السلام عليكم ورحمة الله. طلبت فاكتوريو، طلبت تبون أكثر من فاكتوريو؟ قلت تبون تشوفون أكثر، والحين قاعد نراويكم أكثر. هاي سلسلة ثانية الصراحة، مش نفس السلسلة الأولية. السلسلة الأولية كانت بدون أعداء، حسيت فيها شوي أن التطور يمكن يمل لبعض الناس. كنت مستانس أبني على راحتي وكل شيء، لكن الحين شوي تغيرت الأوضاع، بحيث أنه سوينا السلسلة هاي أرويكم الحين، أشوف كمية الأعداء الموجودين. الخريطة ما راح تكون سهلة، كل ما نتطور وكل ما نسوي أسلحة أيدت كل ما يكونون الأعداء أصعب وايد. طبعا ما بغيت أدخلكم في الأساسيات من أول روبوتوكس وغيره، في كذا سلسلة، في السلسلة الأولى، سلسلة ثانية، سلسلة وهاي سلسلة ثالثة، فما أتوقع السلسلة الثالثة أبدأ فيها في الأساسيات، بيكون صعب شوي. فالحين نحن بدل ما نبدأ في الأساسيات، لحظة مشكلة بيش الحديد وياه، ما بأبدأ وياكم في الأساسيات صراحة، لأن خلاص الأساسيات انتهينا منها. استوى الموضوع موضوع حرب، استوى الموضوع موضوع توسعات مع أمور ثانية. طبعا سلسلة ثانية شغالة، الموسم الثاني بعده بيكون شغال، بس نشتغل على الحلقات شوي 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 لين نحقق الهدف السلسلة الثانية. طبعا كل اللي سويته بكل بساطة إدارة بسيط حول القاعدة، اوكي، كم مرة الشاشات وهالأمور، بحيث ان هذا الحماية الأولية، لان حصلت هجوم من اول يوم. اول يوم كان ولا اول يوم بديت فيه القاعدة، وكان يعني هجوم من الجماعة اللي هني، هاي الوايدين وعندهم بترول، مستولين على البترول، وانا مش عايبين انهم مستولين على البترول الصراحة. مشكلة التلوث واصل لهم، والتلوث بيوصل هني قريب. فاللي انا بسويه امتداد شوي جنوبي، شوفوا هجوم شغال 24/7 علينا هجوم. انا ابغى هالموارد هاي على اساس ابدا اكبر المصنع بالطريقه هاي. فاللي راح يصير كبدايه، انا اول شيء ابغى اسوي كم روبوبورت. طبعا الروبوبورت اظني خلاص انتم مليتوا موضوع روبوبورت، تعرفون كيف نسوي روبوبورت المفروض. اذا انتم متابعين الحين بزخكم، اللي متابع زين السلسله اللي قبلها بيعرف كيف يسوي روبوبورت، ولا سلسلتين اللي قبل. الحين بعرف اللي متابع من اللي مش متابع، ترى احذركم، انا اقولكم لا تقولوا ما خبرتكم، بعرف. الحين خلاص انا ما بادخل كيف اسوي هذا كيف اسوي ذاك، الاساسيات بس. معظم شغلات ترى برد نسويها مع بعض، لان حق التوسعات حق هاي الامور، حق ما بقص عنكم انا شيء من الـ 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 ولا الامتدادات وهاي السوالف، ما راح احرمكم منها ولا كيف اسوي الشغلات، بس الاساسيات اظني اول كم حلقه من السلسلتين الماضيات المفروض اتوقع واتمنى انهم يكفون. فهذا اللي خلاني ابدا السلسله هاي من غير ما ابدا بالاساسيات. الحين قاعد اسوي طبعا روبوبورت، تعرفون شغله روبوبورت، خلاص ما داعي اقولكم، خلاص المفروض تعرفونها. زين الحين ابغى اتوسع، كنت اطالع على الخريطه، هني عندي 4 مليون، هني عندي 1.6 مليون، ومحتاجينهم وعندهم بترول. يعني اذا اقدر اتوسع بطريقه اني استولي على الاراضي هني من غير ما اطيح في مشاكل مع الجماعه الزفت اللي هني، لانهم قاعد يجوني الحين. على فكره شوف التلوث كيف قاعد يوصل، هو بيهجمون كل حد له تلوث يهجم علي، او ممكن ان امتد هني حق الفحم وربع، لان لازم امتد هني حق الفحم وبترول. الحين واحد من اثنين، اقدر امشي ولا اسرع خطوتي في اللعبة باني اجيب مصنع البترول مع هايل. هايل بيكونون اسرع لي على فكرة. ليش؟ لان اول شيء بحتاج فحم هني، يعني لازم اوصل هني او مكان ثاني، لان هذا الفحم غير مستدام، وما باتم ازوي زحمة داخل. بتوسع دامر اني اقدر اتوسع، وحتى الدفاع هذا راح يتطور. تذكرون الدفاع الاول اللي سويته؟ بس للاسف ما كان في وايد اعداء. هذا هني رصاص، انت تشوفه، سويت طريقه اني انتج رصاص هني، والرصاص اللي انتجه يلف على المحطه كامل،
لين هني ما عاد هني هني له رصاص بروحه اللي ينتج. والله تصدقون فكرة حلوة اني اجيب الرصاص هذا واضمه مع هالرصاص عسى بيسوون دايرة كبيرة. بس المهم انه يتعبون دايركت. هاتوي حاطنهم انا من حطيت هاي قلت بنبدأ السلسلة. فخلاص بيبدأ يتعبى شوي 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 ها بيعبي كامل وبيوقف انتاج ترى ما بيتمل ابد. ما حصلت الا مكان واحد للبترول يعني مش وايد اماكن. والليتات وهالسوالف شغلات اساسية. الحين انا اوريدي سويت باب هني حق التمدد. بس ما بتمدد من هني لا. غيرت رايي بتمدد من هالباب واحط جدران. اتم ارص جدران. واحط واخذ المساحة زيادة. طبعا الجدران اللي داخل بخليه هنا. ما راح استهلك المساحات الخارجية. يعني خله خلاص اذا يدار داخل خله داخل. اشوفه هذا مكان زين حق اللحظة. هذا وين بغطي. ارمي شل الشيء ارمي قدام هالباب. لا ما أروم. اصلا بحتاج لوجيستيك تشينز. محتاج لوجيستيك تشين. طيب خلنا ابدا اشيل هايل. احس في هجوم يعني لحظة. هي في هجوم يعني شوفوا. للحين دفاعاتي زينة بس من ابدا اطور في هالمكان هذا لانه في بترول وايد. هي في بترول وايد هني. حلوة تمدد يمين. حلو 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 وايد حلو وايد حلو ان انا ابدا يمين. زين خلونا نشيل هاي البقعة كامل. بنحط روبو بورت مو مشكلة. حط روبو بورت هني على اساس انه بنبني نحن دفاعات. اصلا يمكن المشكلة الوحيدة اللي بواجهها كمية الرصاص. فدام في كمية رصاص شو بسوي؟ ابى ازيد انتاج الرصاص شوي. لان الرصاص هذا راح يستوي لسبلت هني الحين خريبة. شوفوا شوفوا هني ما يوقف هني. هذا المكان من اخس الاماكن عندي ترى. هذا اللي خلاني ابدا موضوع الادار كامل. كامل بديت موضوع الادار. سبت المواضيع لحظة. انا ما عندي رؤية هني. هالشيء مضايقني بعد. خلنا نسوي تي هني. واشيل الشير اللي هني كامل مرة. بحش حش. مشكلة الشير بيتخزن عندي داخل يعني. سويت وايد صناديق بس بعد اظن بيكون وايد. عندي فوق 8000 انا الحين خشب. ما عاد انتاج هذا ما يوقف ترى. شوفوا كم كهرباء عندي. بس خلهم يشلون هذا. عندي انتاج تقريبا لين بدت السلسلة 400 شيء عندي كونستراكشن روبوت. اتمنى يكفون يعني. الحين واحدة من اسباب الامتداد اللي قاعد امتده انا اني انا محتاج اسوي روبوتات زيادة واحتاج اطور. ما عندي تطور لا لا ازرق ولا هذا ولا غيره ولا. فشوي شغلانة يعني. زين وايد حلو. انا غيرت رأيي بحطيك بروحي لين يعبي البتري. تعرفون الشغلة انتو خلاص. الهدف من الحلقة تلف على القاعدة اكثر من ان نحن نمتد يعني. بتكون لفة اكثر من ان امتداد كبير. بس بيكون امتداد صعب شوية. فبزيد انتاج منه الرصاص. دام هاي اللي يستهلكون الرصاصة هني. دام الرصاص مستهلك. شوي. لحظة شو انتاج الرصاصة هني زين ولا مو زين. ويسار. هذا وفول هني ها. خلني بالحركة اللي قلت لك معها. خطفها بشكل شو دائري. عند الجراند وود. تعرفون انت اظني حفظتوني خلاص انا كيف حطي معظم الشغلات صح. لحظة. خلنا نمشي على البحر. مشي على البحر لحظة. كيف اجيبه من وين؟ من البحر لين هني. هاي نقطة لازم احسب حسابها زين. اوكي.
هاي الفحم شكلي بغيرهن كلهن الصراحة، مش داشات مزاجي ابدا ابدا، مش داشي مزاجي. ريال المحترم ها كله بس على اساس ان الرصاص يدور حول القاعده كامل حاليا كحل زين، بس بعدين ما بيكفي ترى فكره، انا عارف انه ما بيكفي بعدين، بعدين لازم احنا نحط شو اكثر انتاج اكثر، بس اروم انتج مكان ثاني لان حول القاعده كامل ما له داعي ازيد الانتاج هني بالضبط، لا بزيد مكان امكان وعقف الدائره خلاص، بعدين من عقف الدائره راح يستوي شو ها قام ينظمون البقعة. شوفوا تمدد راح يكون شوي طويل ترى، تمدد راح يكون موضوع طويل، الريسيرش سنتر جاهز كل شيء جاهز مثل ما تحيدونه. الحين نحن نبى شو كنت ابغى انا، هذا ماين برودكتيفيتي بيفرق وياي وايد صراحه، هذا هنا الريسيرش سنتر، خلنا مهلا نشوف يهجمون علي الحين، والله كنت بتوسع شرق بس اتشاور على هاي الحين انا، لا بسير شرق بعدين. زين خلنا نشوف شو وضع الانتاج هناك، خلنا نشوف وضع الانتاج. بنتج بحطي في صندوق، ومن الصندوق بحطي على الحزام مرة ثانية الرصاص. ليش؟ على أساس لازم نسوي شيء في هاي، ما اعرف، على اساس انه لو مره واحده نقص الانتاج يكون بعد عندنا انتاج ممتاز، يعني الحين لو اي تحسبت والله عندي خلنا نسوي اثنين بدل واحد، نجيب هذا مثلا نحطيه هني على سبيل المثال، اوكي، ونجيب هاي نحطيهم وين؟ هذا مو بيكفي مساحة، بيكون نيب هذا نحطي سوري مساحة مساحتين ثلاثة، اوكي ثلاثة. اخبركم شو الخطة الحين، لان انا شو ابى الانتاج كله يروح صندوق، اوكي، عقب من الصندوق هذا وين يروح؟ اللي هو بنحط حتى هذا السبلاي حق النتورك في حال ان احتجت رصاص، ومن الصندوق هذا يروح للخط، يعني في حال الخط انترس مثلا بيكون عندنا وتبر رصاص مثلا الف شيء، بشوف عقب كم يكفيني بغيره بعدين، ما عندي مشكلة عليكم عليكم امور تمشي. هذا بينتج رصاص نفس هذي، اوكي، وراح يحول في صندوق من صندوق من انترس الخط، بعد الانتاج عندي شغال انه ما يوقف انتاج يعني الرصاص، طبعا الحين هذا يعتبر ثلاث اضعاف الانتاج لان الخط هذا بياكل مع الوقت، بيتم ياكل من وين فحم هذا كله رايح، فحم هذا كله مستنزف ترى على فكرة، محتاج خطة حق الفحم بس بروحه. انزين الخط هذا شوفوا الحين قام يتعبى، انا ما عندي مشكلة خليه يتعبى بزيادة ما في مشاكل. وين الروبوتات مالنا؟ الحلقة بس بنتعرف على القاعدة وكيف شكلها وهالامور. شوفوا الحين قام ينتجون، الحين وين؟ هني الانتاج يوصل الخط، ثلاث اضعاف الانتاج، تكون عندنا ما اعرف اوفر 2000 رصاصه اي شيء زياده، خاصه يوم بتوسع بيستوي، يعني افرضوا هذا نفس الكاباسيتر مال الكهرباء اللي عنده
خلفية عن الكهرباء. يحبس الكهرباء لين تحتاج كهرباء زيادة، وبعد ما تحتاج كهرباء زيادة مرة واحدة يهدها حق النقص المفاجئ. هذا نفس الشيء يسوي، يعني إذا استوى عن النقص مرة واحدة مفاجئ للرشاش ولا للرصاص، هو راح يتلقى الصدمة هاي. ما له داعي الشبكة ما تتلقى صدمة الرشاش هذا. إنزين الحين قاعدة كيف بنعبيها الحين في الحلقة القادمة إن شاء الله بنعطيه بالطريقة هاي. بيكون very risky على فكرة، وايد خطر لأن في قواعد هني قريبة منه. بس بعتمد إن عندي رشاشات، عندي رشاشات في النتورك. شوفوا كم واحد عندي رشاش، عندي 50. خلنا نفتح إنتاج شوي زيادة، شو رأيكم؟ على أساس أتصور إنه يمكن نحتاج أكثر. لما ندم إنه ياس نلف على القاعدة نلف براويكم إنه شو قاعدين نسوي. هني عندي إنتاج رشاش حق الحالات الطوارئ، حق التعباية، حق السوالف وتبر. زين عندي هني إنتاج هاي مكاين، خلنا نعبي 150 200. الحين بحسوي لأن هاي اللي يحتاجون شوي سمر زيادة. وعندي هني إنتاج للنتورك، شو الفران، عندي بعد فران غير تحت إنتاج عشان نخطأ أقرب. عندي هني أنا معبلنا حق غير مالهم، هذا كل ما ينقص يعبي بعدين بسوي الميكانيكية ثانية ما عليهم مشكلة. عندي خط الإنتاج هني للروبوتات، خط الإنتاج ما شاء الله شغال يعني ما مرة طيبة مرة طيبة، بس البطاريات عندي شوي ها لأن ما عندي أدفانس بتروليوم، فأصلا صعب الحين أحافظ على عند الإنتاج مالهم. إذا عندي أدفانس بتروليوم مرة طيبة، بس الحين من التوسع إن شاء الله جدًا في الحلقة دي نتوسع، بسوي شو بسوي المكان هذا مثل ما قلت لكم. المهم شوفوا نحن تعرفنا على القاعدة، بخلي ما ببدأ بالتوسعة في حلقة إن شاء الله. فشوفكم في الحلقة الجاية من الحرب فاكتوريو، سلسلة الحرب بإذن الله.